العدالة. نعرف في الدقيقة 37 وما تزال المباراة بتعادل السلبي، هل نشاهد هدف يكسر الروتين؟ هل نشاهد هدف يعيدهم للوصول إلى القمة من جديد؟ كارلوس، يا السلام، كارلوس ماريا، الله أندريا، تراني ولا ما تراني؟ الأسمر الأشقراني، الله على كنترول من كرة ساقطة وخروج غير موفق لك يا نور يا صبري. العدالة يكسر التعادل السلبي ويسجل الأولى الأهداف. الله 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 على العدلاوي، وشوف الجمهور، شوف الحضور ينتفضون في أرضية الملعب كما هم ينتفضون في المدرجات. شوف الإعادة، الله على صناعة يا يوسف يا فوازي، شوف الكنترول والخروج الغير موفق. وكارلوس أندريا مطلوب في هذه المباراة التي ينتظرها الجميع بفارغ هيثم الخليف، عبد الله، عثمان ومدرب الفريق الهجراوي المدرب الوطني عبد الله الجنوبي. اما في تشكيلة فريق الهميان وكذلك في الجهة اليسرى مختار فال، وفي المقدمة الاشقر الاسمراني اندريا، في الاحتياط محمد المقهوي، جاسم العيسى، راضي الراضي، حسن العيسى، عبد الرحمن القرني. راحة فريق العدالة هنا امامية، اندريا مر، اندريا عدى، الله على الكرة، حكم اللقاء يقول ما فيها شيء، حكم اللقاء يقف هنا بقرب من الكرة الماضية يقول ما فيها شيء الحكم. شوف الإعادة، شوف الإعادة يا أندري، أندري أمامية، ولكن هنا نعم لربما يكون قرار دراوي، هالكرة تعود من جديد، فوازع، يا السلام يا أندري، يعود، وهنا خطأ للعدالة، خطأ في مكان خطير، خطأ في مكان قد يشكل خطر على مرمى فريق الهجر ومرمى فريق الحارس، من يعد من أبرز الغيابات التي تغيب عن هجر، هداف هجر بسبعة أهداف يغيب، ولربما غيابه يكون مؤثر في هذه المباراة. على فكرة لما نتكلم عن الأحساء، يعني أنت تشوف الدورات الحواري بشكل مستمر، يعني الكشافين للاعبين المتميزين هنا في الحسا ما يتعبوا. هاجم يلعب اليوم يوسف، يا السلام على عبد الله، عبد الله الهميان اللي في الجهة اليسرى، إلى الآن مستوى رائع، حلوة الكرة من أندريا لكن كانت رائعة، لا نريد أن تنتهي بالتعادل السلبي هنا في هذه المباراة. شاهد مختار فالي يتقدم للأمام، حلوة الكرة هنا في هذه اللحظات، أندريا حلوة الكرة على طول إلى حيدر العمري، يس، هل نشاهد هدف يكسر الروتين؟ هل نشاهد هدف يعيدهم للوصول إلى القمة من جديد؟ كارلوس، يا السلام، كارلوس ماريا، الله أندريا، تراني ولا ما تراني؟ الأسمر الأشقراني، الله على كنترول من كرة ساقطة وخروج غير موفق لك يا نور يا صبري. العدالة يكسر التعادل السلبي ويسجل الأولى الأهداف. الله 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 على العدلاوي، وشوف الجمهور، شوف الحضور ينتفضون في أرضية الملعب كما هم ينتفضون في المدرجات. شوف الإعادة، الله على صناعة يا يوسف يا فوازعي، شوف الكنترول والخروج الغير موفق. وكارلوس أندريا يأتي بهدف أول ويكسر التعادل ويفتك الشفرة الدفاعية ويضرب دفاع ساعات هجر بهدف نوح. شوف مباراة، يا السلام، شوف الهدف، استمتع، استمتع مع هالغزال الأسمراني، استمتع مع هالغزال الأسمراني. حصل على كرت أصفر، يلعب كرة سريعة أمامية، حلوة الكرة، الكابتن رضا الجدي يطالب هنا بزيادة وبالكثافة الهجومية مع هجمة العدالة. الكرة تعود هنا كارلوس، يا السلام، حلوة الافتكاك، جميل من جيجي، الكرة تعود بانتظاره، كرة تعود المدافع، الكرة تعود هنا لمصلحة الغزال، لمصلحة الأشقر الأسمراني صاحب الهدف الوحيد واليتيم في أرضية الملعب، إلى ياسيبو فلغة، فوازعي، فوازعي لأندريا، السلام، في محاولة عرضية، انطلاق، يا السلام، من أمامي أندريا، من أمامي هنا المحترف الكبير، من أمامي هذا الأسمراني الخطير ينقذها هاجر ودفاعه في الكرة الماضية. الكرة لا تزال لمصلحة وزع، يطلب الكرة ولكن نشاهد التدخل في الكرة الماضية وخطأ لمصلحة أندريا. المحترف في صفوف العدالة
تأتي العدالة إلى مصلحة أندريا خطير. أندريا مر يأخذ كرة تستيدة. يا الله على كرة خطيرة، كانت خطيرة وكان بالإمكان أفضل مما كان. شوف أندريا هنا في محاولة وتسديدة ولكنها إلى خارج أرض الملعب، يبحث عن تغيير للعب. الكرة تعود إلى أندريا، أندريا في محاولة، فواز يطلب الكرة ولكن نشاهد التدخل في الكرة الماضية وخطأ لمصلحة أندريا. المحترف في صفوف العدالة هذه اللي مهما تكلمنا عنه